خبز الباجيت ذو القشرة المقرمشة والداخل الطري ظهر في مطلع القرن العشرين في باريس، يعتبر اليوم أكثر نوع من الخبز يستهلك في فرنسا، ويشكل الذهاب إلى المخبز للتزود بالباجيت كما يفعل 12 مليون مستهلك فرنسي يومياً عنصرا متجذرا في المجتمع الفرنسي، وواحدة من العادات المتأصلة في يوميات الفرنسيين، ويصل عدد القطع التي تباع سنويا إلى 6 مليارات. خبز الباجيت يغذي إذن التراث الثقافي غير المادي البشرية، ويشكل هذا التصنيف تقديرا للمهارات الحرفية في إعداد الباجيت والثقافة المحيطة بهذا العنصر والذي لا تكتمل المائدة الفرنسية بدونه، إذ تهدف المنظمة الدولية من قائمتها هذه التعبير عن أهمية التقاليد وضرورة الحفاظ عليها. وتكمن أهمية إدراج الباجيت في قائمة اليونسكو في كونها تعيد أهمية إنتاجه حرفيا في وقت يشكل الإنتاج الصناعي خطرا على الخبازين الحرفيين الذين يعانون من انحسار مخابزهم وخصوصا في المناطق الريفية. ففي العام 1970 كان عدد المخابز الحرفية حوالي 55 ألف، بمعدل مخبز لكل 790 نسمة. أما اليوم فبات عددها في حدود 35 ألف، أي مخبز لكل 2000 نسمة. وفي ظل التطور المستمر لصناعة الرغيف، فرض مرسوم الخبز في العام 1993، فرض تسمية الباجيت التقليدي الفرنسي بهدف حماية الخبازين الحرفيين، وفي الوقت نفسه فرض شروطا صارمة للغاية تحظر استخدام المواد المضافة. وظهرت كلمة باجيت في مطلع القرن العشرين، وأصبحت شائعة بين الحربين العالميتين، وكان في البداية يعتبر منتوجا فاخرا، إذ كانت الطبقات الشعبية تأكل الخبز الريفي الذي يخزن بشكل أفضل، ولاحقا أصبح استهلاكه شائعا بين كل الطبقات الاجتماعية، ووصل إلى الأرياف الستينات القرن العشرين وسبعيناته. خلال حملة دعم ملف الترشيح لقائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية الذي تقرر عام 2021، وصف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خبز الباجيت بأنه عبارة عن 250 جراما من السحر والكمال.